بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهي الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. النهاردة كمان في فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وقد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة. في كمان أمطار خفيفة تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة أيضا، ورياح نشطة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتورة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. احنا يمكن شهدنا يمكن معظم محافظات مصر امبارح حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حابين نطمن من حضرتك النهاردة عن حالة الطقس. طبعا بالفعل يمكن بالامس كان ذروه حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، شهدنا سقوط الامطار اللي كان متفاوت الشده من محافظه للثانيه، من محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، نشاط الرياح حتى لاثار الرمال والاتربه واضطراب ملاحه بحريه على مسطح البحر المتوسط، وايضا طبعا انخفاض في قيم درجات الحراره. يمكن اليوم مكملين في التقلبات الجويه لكن اقل حده من امس، لان امس كانت الذروه، اليوم مستمر تاثر البلاد بوجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وايضا المنخفض السطحي الموجود على سطح البحر المتوسط، لكن المنخفض الجوي السطحي بدا يتحرك باتجاه المناطق الشرقيه، يعني شرق جمهوريه مصر العربيه، بلاد الشام وسواحلنا الشماليه الشرقيه. فالتاثير الاكثر اليوم هيكون على المنطقه الشرقيه، بسقوط امطار طبعا متوسطه على السواحل الشماليه الشرقيه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، واللي ممكن يعني تزيد شدتها عن المتوسطه في بعض الاماكن. وطبعا الطبيعه الجغرافيه في شمال وسط سيناء ممكن تؤدي لتشكل بعض السيول، ايضا الامطار هتمتد امطار متوسطه لبعض الاماكن من الاسكندريه والبحيره وكفر الشيخ، امطار خفيفه متوسطه على مطروح والدقهليه ومحافظات جنوب الوجه البحري، وقد تصل فرص امطار خفيفه لمناطق من القاهره الكبرى على فترات متقطعه من اليوم. طبعا هيحصل كمان اعتدال في سرعات الرياح عن امس بشكل كبير، وهتنحصر سرعات الرياح في بعض الاماكن من جنوب سيناء وسواحلنا الشماليه، وطبعا نشاط الرياح اللي موجود على السواحل الشماليه هيخلينا نحس بمزيد من انخفاض في قيم درجات الحراره، وايضا هيستمر معانا اضطراب الملاحه البحريه على مسطح البحر المتوسط، ارتفاع امواج اليوم ما بين 3 الى 4 متر، البحر المتوسط ما زال غير مؤهل تماما لاي اعمال صيد وملاحه بحريه واعمال تنزه. ارتفاع الامواج كام بالظبط النهارده تقريبا؟ ارتفاع الامواج على مسطح البحر المتوسط ما بين 3 الى 4 متر، فالبحر المتوسط هيكون مضطرب جدا وغير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. كمان البحر الاحمر اليوم معتدل لمضطرب، وارتفاع الامواج فيه من 2 الى 3 متر، فهنخلي بالنا من التعمق داخل البحر الاحمر ايضا لانه هيكون مضطرب وهيكون غير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. بالنسبه لدرجات الحراره فهيكون في انخفاض طبعا في قيم درجات الحراره، يمكن شعرنا بيها بالامس عن المعدلات الطبيعيه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، وده متوقع استمرار اليوم. العظمى على القاهره الكبرى اليوم ما بين 23 الى 24 درجه مئويه، فبالتالي اجواء لطيفه فتره النهار، اجواء بارده الى مائله للبروده خلال فترات الليل وخاصه في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. كتير من الناس حتى على السوشيال ميديا امبارح بيسالوا هنطلع بقى اللبس الشتوي ولا لسه شويه فيه هيكون في تغير في حاله الطقس، هتبدا مره تانية ترتفع درجات الحراره زي قبل كده من خلال او في نهايه الاسبوع الماضي. طيب خلينا نقول ان شاء الله من بكره الثلاث هيكون في مزيد من التحسن والاستقرار في الاحوال الجويه، لكن درجات الحراره هتبقى حول المعدلات الطبيعيه ما بين 25 و26 درجه مئويه عظمى على القاهره الكبرى، فاحنا نبدا نبتدي الملابس الخريفيه او الملابس الشتويه الخفيفه، بلاش الشتويه الثقيله لان احنا لسه ما بداناش فصل الشتاء، فصل الشتاء هيبتدي رسميا ان شاء الله 21 ديسمبر، فنغير نوعيه الملابس للملابس الخريفيه او الشتويه الخفيفه لان احنا هنحس بمزيد من البروده خاصه في ساعات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر خلال الليالي الجايه ان شاء الله. هل نسبه الرطوبه منخفضه فبالتالي احنا بنشعر دلوقتي بدرجات الحراره الطبيعيه؟
هي نسب الرطوبه موجوده في الجو، لكن في عوامل بتخليني ما احسش بنسب الرطوبه، اهمها طبعا بالامس كان نشاط للرياح، وجود نشاط للرياح بيخليني احس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، كمان وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيوزع رطوبه في عمود الهواء ككل، فما بحسش بوجود نسب رطوبه في الجو زي الايام الماضيه او حتى ايام فصل الصيف. دايما بيبقى فصل الصيف حاجات بتحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، لكن هي نسب رطوبه موجوده، لكن انا بشوفها في صوره سحب منخفضه او متوسطه، فبتساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 24، الصغرى 19، العاصمة الإدارية 24 18، الإسكندرية 23 17، العلمين الجديدة 23 17، مطروح 22 14، دمياط 22 18، بورسعيد 23 18، إسماعيلية 24 17، السويس 25-18، العريش 22-15، كاترين 18-7، طابة 24-20، حلايب 28-23، شلاتين 29-22، شرم الشيخ 27-20، الغردقة 27-20، الفيوم 24-15، بني سويف 24-17، الوادي الجديد 26-14، أسيوط 26-14، سوهاج 25-16، قنا 25-17، الأقصر 25-17، وأخيرا أسوان 26-18. طمنا حضراتكم عن حالة الطقس، أعتقد إن احنا يعني في بداية استقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية الشرقية، هيكون فيها بس عدم استقرار الفترة دي، لكن إن شاء الله من الغد هيتم استقرار على معظم محافظات الجمهورية لحالة الطقس، لكن نخلي بالنا إن الساعات المتأخرة من الليل وصباح الباكر بيكون الجو برد جدا، لازم يكون معانا ملابس ثقيلة. هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة علشان نكمل معكم صباح الخير يا مصر. كوريكا دينا شكرا جزيلا.